دكتور كريم، هنا هسأل على سؤال. أنا يمكن كثير جدا بنقرأ أنه إحنا عندنا ما نستطيع وصفه بشبه اكتفاء ذاتي من السكر، مش كده؟ مظبوط. طيب يبقى ليه في فجوة يعني؟ وهل الفجوة بهذا الاتساع اللي تدفع إلى تزايد السعر للدرجة دي؟ أنا هقول لحضرتك، وشكرا على هذا السؤال، لأن ده ممكن يوضح حاجات كتير فعلا. أرجوك. إحنا حضرتك استهلاك الدولة يساوي 3.2 مليون، يعني 3.2 مليون طن سكر سنويا. حلو. ما يتم إنتاجه داخل الدولة هو 2.8 مليون طن. حلو. الفجوة دي حتى لو كان نسبتها قليلة، ولكن هي ممكن تكون الرقم بتاعها كبير شوية. ده بالإضافة إن دايما لازم يكون عندنا مخزون بناء على توجيهات القيادة السياسية لا يقل عن 5 أو 6 شهور. احنا عندنا السكر اللي دخل مصر الفترة اللي فاتت من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات اللي مساهمة فيها الدولة تقريبا يزيد عن 300 ألف طن. استوردنا 230 ألف طن. هيئة السلع التموينية قريبا من أسبوع جابت 100 ألف طن. شركة السكر والصناعات التكاملية عملت طرحت مناقصة لشراء 50 ألف طن، ولسه أول امبارح هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لشراء 50 ألف طن. ده بالإضافة للمخزون اللي عندنا اللي هو يكفي حتى إدريب. ولكن زي ما قلت لحضرتك، القطاع الخاص كان بيغذي جزء كبير من الأسواق، القطاع التجاري جزء كبير منه، القطاع الصناعي الجزء الآخر، وإحنا بنغطي المنظومة التموينية. مع التحدي في تدبير العملة أصبحت الدولة هي المسؤولة عن توزيع هذا السكر على مستوى الجمهورية، فبالتالي أصبح لنا إحنا هذا بدأنا نطرح الكميات اللي بننزلها في التموين زي ما قلت تحت لحضرتك ما يزيد عن 65 ألف طن شهريا في المنظومة التموينية بسعر 12.5، وبدأنا ننزل كميات تزيد عن 80-90 ألف طن شهريا بيتم ضخها في مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطنين، بنبيعه بسعر 24 وبينزل ب 27 في المبادرة. ده بالإضافة إلى بعض الكميات الأخرى اللي بتنزل من خلال القطاع الخاص، ده اللي هو ممكن يكون سعره مرتفع شوية ونحن لا ننكر هذا الأمر، ولكن إحنا بنتحرك في الجزء الخاص بالمنظومة التموينية والجزء الخاص بالمبادرة اللي هو السكر ب 27. ولكن اللي بيحصل برضه أستاذ يوسف وحضرتك أكيد أعلم الناس بهذا الأمر، نوع من التكالب على السلعة وزيادة مخزونات داخل البيوت هي اللي بتؤدي في بعض الأحيان إن السلعة ما تكونش موجودة، لأن أنا دلوقتي حسيت إن السكر سعره بره ارتفع، فهنزل أنا احتياجاتي كيلو أو 2 كيلو في الشهر، أنزل أقول طب أجيب 4-5 كيلو. فبالتالي يمكن أستغل هذه الفرصة، ويمكن برنامج حضرتك من البرامج المحترمة ولها مشاهدات معتبرة، إن أنا بطمن الناس فعلا فعلا الأمور عندنا الحمد لله داخل الدولة هناك سكر يكفي، يمكن حتى بعد الكميات الجديدة ديت يتعدى بعد شهر إبريل. حضرتك أنا بداية موسم الإنتاج آخر شهر 12. شهر 1 إن شاء الله شركة السكر تنتج 200 ألف طن سكر، يعني 200 ألف طن ده يعني شركة السكر لوحدها تغطي الدولة كلها بكافة قطاعات التموين والحر والصناعي.